أي قلوب تثبت عند الفتن. استقم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الأمر عظيم والخطب جسيم، الفتن عظيمة يا أحبتي في الله، حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع تأملنا أن الله جل وعلا رحيم بأمة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة، لكن ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويتنكبون عن السنة. إنها همسة أهمسها في أذنك يا من بلغت الأربعين دونك قبر، ويا من بلغت العشرين دونك قبر، ويا من بلغت العشر سنين دونك قبر، ويا من ودعت أحبابك دونك قبر. والله لن يقبل بين يدي الله إلا صدق التوحيد والإخلاص بين يدي. كم نسمع وللأسف من الناس في حال السراء شكرا لله، وفي حال الضراء كفرا بالله جل وعلا. يغفر ذنوبهم ويرجون غيره، يستر عيوبهم ويسألون غيره، يعطيهم النعماء ويتذللون لغيره جل وعلا. أسألك بالله يا من تعصي الله في زمن الفتن، من الذي حرك الدماء؟ من الذي نطقت العروق باسمه؟ من الذي لهجت الألسن بذكره؟ من الذي اهتزت الأجساد بين يديه؟ من الذي رآك تعصيه فأمهلك؟ من الذي تهرب منه وهو يقرب لك؟ لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. الهاربون من الله في زماننا كثر، أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد فر إلى الله. يا معاشر الصالحين، يا أهل الصلاة، يا أهل القرآن، يا أهل السنة، يا أهل العبادة، الثبات الثبات، فإن الفتن عظيمة. الثبات الثبات قبل أن لا تروا نورا يقودكم إلى الله جل وعلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.